بدء تطبيق منع سير سيارات النقل داخل المدن من 6 صباحا وحتى 11 مساء. مقتل 5 تكفيريين وضبط 28 آخرين في حملة أمنية بشمال سيناء. واليوم الفراعنة يواجهون أسود التيرانجا في لقاء الفرصة الأخيرة بتصفيات أمم أفريقيا. موجز للأخبار من النهار اليوم، أهلا وسهلا بحضراتكم. بدأ تطبيق منع سير سيارات النقل الثقيل داخل المدن خلال الفترة من 6 صباحا وحتى 11 مساء. وأكد اللواء مدحت قريتم مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة أن قرار المنع يطبق داخل عواصم المدن فقط وليس على الطرق السريعة أو الصحراوية أو الزراعية. كما أوضح أن سيارات النقل الخفيفة التي تشمل النصف نقل أو الجامبو لا ينطبق عليها القرار، كما أنه سيتم واستثناء سيارات نقل السلع الاستراتيجية والتموينية من تطبيق القرار. أسفرت الحملة الأمنية في شمال سيناء عن مقتل 5 تكفيريين وضبط 28 مشتبها فيهم. وأعلنت مصادر أمنية أن الحملة استهدفت مناطق جنوب الشيخ زويد، وأسفرت أيضا عن تدمير 77 بؤرة إرهابية من منازل وعشش كانت تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، علاوة على حرق وتدمير 3 دراجات بخارية من دون لوحات معدنية. تستأنف محكمة أمن الدولة العليا طوارئ نظر قضية التخابر التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان. ويواجه المتهمون في القضية تهم التخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. أكد وزير الخارجية السفير سامح شكري أن مصر لن تنجرف إلى حرب مع تركيا بسبب تصرفات الرئيس أردوغان الاستفزازية ضد مصر، وذلك بعد أن قامت بتحريك قطع من الأسطول البحري تجاه الحدود البحرية التركية مع الدول المجاورة، وإعلان أنقرة بتفويض الحكومة لقواتها البحرية بتطبيق قواعد الاشتباك لمواجهة التوتر المتزايد بين تركيا ودول الجوار. كما أوضح أن الاجتماع الثلاثي المصري اليوناني القبرصي لم يكن موجها ضد أحد، وإنما يمثل مرحلة تعاون إقليمي مهمة بين الدول الثلاث، خصوصا في مشروعات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي. أعلنت وزارة الإسكان أنه سيتم تسليم المواطنين أراضي المرحلة الأولى من مشروع بيت الوطن أول الشهر المقبل في عدد من المدن الجديدة التي انتهت من توصيل المرافق لأراضي المشروع، في حين سيتم طرح المرحلة الثانية للحجز في المشروع خلال منتصف ديسمبر المقبل، إذ سيتم طرح نحو 3500 قطعة أرض في تلك المرحلة. وإلى استاد القاهرة تتجه الأنظار في تمام 7 من مساء اليوم، حيث يواجه المنتخب الوطني ضيفه السنغالي ضمن الجولة 5 وقبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2015. ومباراة الليلة حاسمة بالنسبة للفريقين اللذين يسعيان لاقتناص النقاط الثلاث للوصول إلى أمم 2015. وتأتي السنغال في المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة وحيدة عن الفراعنة أصحاب المركز الثالث في المجموعة نفسها برصيد 6 نقاط. ختاما مشاهدينا، نشكر حسن المتابعة ونذكر بالعناوين. بدء تطبيق منع سير سيارات النقل داخل المدن من 6 صباحا وحتى 11 مساء. مقتل 5 تكفيريين وضبط 28 آخرين في حملة أمنية بشمال سيناء. واليوم الفراعنة يواجهون أسود التيرانجا في لقاء الفرصة الأخيرة بتصفيات أمم أفريقيا. لمزيد من المتابعة لأخبار النهار يمكنكم زيارة موقعنا النهارlife.net، كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، انستغرام ويوتيوب.
إلى اللقاء.